كنظن بانه المفهوم ديال يربطوا الدرهم بالاورو والدولار يخلوه مرن باش يبقى يطلع ويهبط على حسب السوق البيع والشراء ديال الدرهم. هذا هو اللي كنظن. وعلى حسب ما استقينا من خلال اليوتيوب ولا من خلال القنوات الاذاعيه شي حاجه. تعاون الدرهم بينه وما انه الدرهم غادي تدخل ويعوم غادي يغرق، حنا اصلا غارقين وغازيدو يغرقونا. هذا هو التعامل بالدرهم، يعني غيتحرر غيتحرر وكيما تحرر البطاطا وكيما تحرر البترول كيما تحرر، يعني المواطن غير رجع مسكين معلق. ايوا وصحاب هادي علقوا فينا والحكومة الله يجازيها بخير هي كتعلق في الشعب هي عرتنا ودابا هي كتمشى فينا كتعري فينا الله يجازيها بخير كنشكروها بزاف. التعاون بالدرهم ما التعاون بالدرهم مرتبط مع السوق طالع ولا هابط ياك. حنا التعاون بالدرهم الصراحة يقدر يسبب لنا في المشكل ما نكذبش عليك، لكن مثلا إذا كطالع السوق يعني إذا كطالع السوق فما يعني هو اقتصاد طالع ولكن ساعات غيهبط السوق الدراما ينقص. إذا حنا المشكل الاقتصاد ديالنا راكم كتعرفوا الاقتصاد ديالنا ماشي شي اقتصاد راه مرتبط يعني بشركات ولا يعني ديك الشركات ملي كي يعني كيوقعوا لهم شي مشاكل ولا شي حاجه راه الاقتصاد ضروري غيهبط والدرهم غيهبط. اكثر ديال الناس 70% ديال الناس كيشوفوا غير السلبيات ديالو لان الناس ما عندهاش ثقافه عامه، يكون واحد الايجابيه ان شاء الله ولكن من بعد فهمتي بحال واحد شنقول لك بحال واحد اللبسه لبستيها مزيكه هذيك من بعد غادي ولفها صافي غنولفوا هاد بحال التكنولوجيا جديده شي حاجه جديده الاول كتخاف منها كتجيك صعيبه ولكن اون فوا كتولفها ان شاء الله كتكون مزيان. من الاول بالنسبه للدراما هذا واش زايد واش ناقص كتمشي للسوق كتشري تشوماتي ب 6 دراهم مرة ب 8 دراهم الكازوال طالع. يعني داكشي اللي كنت متعاون بالدرهم يعني على حسب ما قريت وداكشي بقى ليا تما يعني على حسب حيت ممكن يعني ما غاداش تصدق ليا ولا داكشي. بالنسبة للتعويم بالدرهم أنا تنظن باش يحافظوا على الماكرو اقتصادي يعني يتحكموا في التوازن الاقتصادي. التعويم بالدرهم حنا كنشوفوا كمغاربة كشعب كنشوفوا ما ينفعناش، حنا كنشوفوا ينفع غير الناس يعني الناس اللي عندهم استثمارات. هو عنده ايجابيات وعنده سلبيات، الايجابيات ديالو هي انه غيرفع نوعا ما قيمة الدرهم ولكن هذا الارتفاع هذا ما يكونش مضمون، غيكون يعني في اي وقت يقدر ينخفض. انا ما نكذبش عليك، انا الصراحة والرأي ديالي قد الدرهم كيما هو. تبارك الله.